Of multiplying. And algebraic طيب بص يا سيدي، هو كان بيجي يقول لك ايه مثلا؟ انا بقول لك 3x طمن عليا ان انا بعمل ايه؟ اقفل المايك بس عشان نعمل دوشه. طيب نيجاتيف 3x تايمز 4x، كل ما عليا ان اعمل نيجاتيف 3 تايمز 4، نيجاتيف 3 تايمز 4 هيدينا نيجاتيف 12، واكتب الاكس واعمل هنا باور 1 بلس باور 1 هيديني باور 2. تمام؟ يعني هعمل الباورز بلس بعض. طب لو هما مختلفين، يعني مثلا قال لي نيجاتيف 3a تايمز 4b، بنعمل نيجاتيف 3 تايمز 4 بنيجاتيف 12، وa تايمز b بab. بس نزل الايه؟ ننزل الايه جنب الايه. طيب ساعات يديني مثلا يقول لي ايه؟ 2x y باور 3 تايمز مثلا نيجاتيف 5x باور 2 y باور 5 مثلا z باور 2. بسيطة برضه، أقوم أنا عامل إيه؟ 2 تايمز نيجاتيف 5 هيديني نيجاتيف 10. طب نيجي على الإكسات، دي إكس باور 1 ودي إكس باور 2 هيديني إكس باور 3. طب نيجي على الوايات، دي واي باور 3 ودي واي باور 5 هيدي لك واي باور 8 لأني بعمل 5. طب نيجي على الزد. ها؟ إيه لا لا بس أول حاجة. طيب. اتلخبطت يا مستر. طيب ولا يهمك. إيه. ما فيش حاجة تتعمل تايمز الزد، بص يعني الزد ما فيش زد، هتبقى اكس 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 بس زد بار 2 بس خلاص. تفهمني؟ يعني كده تمام بس. يعني اللي ملهاش بس لو انت نقلت من المعهد ثانية واحدة بقى. بص بقى يا سيدي، الديفايد هنعمل ايه؟ كل ما عليا ان انا هعمل ماينس للباور زي ما انت قلت بالظبط. يعني هو عامل كده اهو، هو بيقول لي ايه؟20 مثلا x باور 4 y باور 3 مش عارف z باور 4 اوفر نيجاتيف 5 x باور 2 y بس مثلا كده. هنعملها ازاي؟ هعمل 20 ديفايدد نيجاتيف 5، بس ازاي تعمل ديفايد عادي؟ ادي لك نيجاتيف 4. خد بالك ان الديفايد هو الاوفر، يعني ممكن يكتب نفس المساله بس يكتب لي علامه ديفايد نفس المساله دي بس يكتب لي كده. هو الديفايد هو الاوفر اصلا. اهو ديفايدد كده، دي هي دي الديفايد هو الاوفر اصلا. طيب بس احنا بنرتبهم بس تفتح لي بعض. لا مفيش حاجه، يعني ده ديفايد ده هي ده اوفر ده بالظبط، هو الديفايد هو الاوفر وهو الريشيو. خد بالك يعني لما تكبر شويه برضو هو الريشيو في ثانوي، يمكن دخلت فكره على الريشيو في ثالثه، هو الريشيو على فكره عامل لك كده، حاطط لك نقطتين كده هما الثلاثه بمعنى واحد، تخيل هما الثلاثه دول كده بمعنى واحد، الديفايد هو الريشيو تمام، هو الـ هو الاوفر، ثلاثه بمعنى واحد، ثلاثه نفس الحل. تمام؟ طيب بص بقى يا سيدي، هتيجي انت تعمل 20 ديفايد نيجاتيف 5 تدي لك نيجاتيف 4. طب دي هتكتب اكس هتعمل الباورز ماينس بعضها 4 ماينس 2 هتبقى 2، والواي هتبقى باور كام؟ 2 ماشي كده، دي 1 برافو، ما تنساش بقى 2 الزد باور 4 بس خلص ساعه كده المساله. تمام؟ هو الدرس ما فيهوش حاجه يعني. طيب هصور لك كده بس كده. طيب بص يا محمد، معلش هفصل اللينك ده ونخش تاني على اعمل اند الميتنج ده، خش تاني على الميتنج، خش تاني تمام.